الله يبارك فيك. شكرا. انا عارفه كديره واحد الريجيم تراري ماشي ديال وحشتوني. لا العشاء غيكون خفيف. خويا لهاد البلاصه سميها واخا. كنتمنى الصحة يكون خفيف على قلبك على معدتك. شكرا نورا. باين من المنظر. بقات رفيقة جبرتيني على الفولة. شتي والله تفكرت دابا بسلامتها معانا بقات بلاصتها في هذه المائدة. رفيقة بيانتو صحة مبروك مسعود مريم. مبروك مسعود مريم السعادة والهناء. بسم الله. شكون غنبغى خبيزة؟ انا ما كرهتش كاين الخبزة تزرع عملتيها. اوكي شكرا. شكرا. سعدية تشوف سعدية بغيتي خبيزة شوية هاكا سمية. شكرا. ايوا لالا شهية طيبة. شهية طيبة لك ايضا غندور ندبلوها على العربية. الصحة والراحة. شكرا. لالا لطيفة عندك ثلاثة الحاجات مهمين في حياتك. الاولاد الله يخليهم لك. وليد نبيل. وليد نبيل والمرأة. نعم. والسياسة. أيوة. أنت أم ومرأة حقوقية وجمعوية وبرلمانية سابقة فمسارك الحقوقي والجمعوي تحققت بزاف ديال المسائل وباقي بزاف الحوايج اللي هما بقاو حابسين النصوص والملفات وكاين اللي باقي ما تجبدش أصلا تمام. ولكن بغيت نعرف معك حاليا شنو هي الملفات اللي كتشتغلي عليها دابا الآن أولا في إطار الحركة النسائية واتحاد العمل النسائي اللي هو الجمعية كنتمي لها ضمن الحركة نشتغل الآن على تفعيل الدستور. تعرفوا الدستور الجديد جاب عدد من المكتسبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان تعزيز المؤسسات الديمقراطية وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة. في هذا السياق هذا جات المناصفة المساواة حظر التمييز. احنا الان يعني التحدي الكبير بالنسبه لنا في الحركه هو ما يتعلق بالمراجعه ديال القوانين. يعني القانون المغربي اليوم ينبغي ان يتلائم مع المبادئ والمقتضى جبهه الدستور وتلائم مع الاتفاقيات الدوليه اللي ملتزم بها المغرب. عندنا واحد العدد ديال القوانين اللي باقي فيها التمييز وباقي ما كتضمنش الحمايه للنساء والحقوق ديالهم والكرامه ديالهم وباقى يعني قوانين اللي ما كتنظمش العمل ديال واحد الفئات من النساء بحال خادمات البيوت اللي لحد الان باقي هذا النص مازال ما خرجش للوجود. بالنسبه للقوانين الاساسيه اللي حنا كنشتغلوا عليها دابا في الحركه النسائيه وضمنها اتحاد العمل النسائي كنشتغلوا على القانون الجنائي. القانون الجنائي اللي فيه واحد العدد من اولا ديال النصوص اللي تيخصها تزول بحال النص اللي تطرح في النقاش العمومي على بعد الوفاة الاقتحام ديال امينه الفيلالي 475 اللي باقي تيسمح وتيشرع يعني الافلات من العقاب ديال المجرمين اللي تيديروا جنايه ديال الاغتصاب ديال القاصرات. وفوق هذا اللي كيسمح بالزواج ديال القاصرات مع الجنات وتتعرفوا هذه يعني جريمه مضاعفه اللي كتعزز بالقانون. حنا بالنسبه لنا هذا من ضمن النصوص اللي حنا ماشي هو فقط ولكن حنا عندنا اقتراحات عندنا واحد الشبكه ديال الجمعيات نسميها الربيع ربيع الكرامه اللي طرحين فيه عدد من المقترحات ديال التعديل بحال مثلا المساله ديال الاختطاف ديال الزوجه تتعتبر مس بالزوج ماشي بالزوجه وكاينه معاقبه اللي هي مضاعفه لان اختطفت الزوجه وكانها شيء وكانه ملك للزوج. حنا الفلسفه العامه للقانون الجنائي خاصها تغير وتبنى على المساواه وتبنى على الحريات والكرامه الانسانيه اللصيقه بالكينونه ديال الانسان اللي هي الحقوق ديال منها الحقوق ديال النساء. الاشتغال كيف يتم؟ هل في الميدان ام حبيسي يعني الطاولات ونقاش ندوات ولا كتطلب منكم انكم تدخلوا للمحاكم ولا تدخلوا بزاف يعني مواجهه في الميدان مع الناس اللي اولا كاين اولا خص كاين العمل على النصوص ونوضعوا مذكرات اللي يعني مبنيه واللي كذا تنعكسوا فيها الرؤيه ديالنا وكاين الترافع مع الاحزاب والبرلمانيين ومع الحكومه وكاين التواصل مع الجمهور العريض. وطبعا هذا من غير هذا القانون غير القانون الجنائي كاين مدونه الاسره اللي طرحها المشكل ديال زواج القاصرات مثلا ماده 20 21 20 اللي تيعطيو استثناء للقاضي باش يزوج فتيات القاصرات. عندنا في المغرب باقى مآسي كبيره في واحد العدد من المناطق القرويه اللي فيها الفتيات يتزوجوا على 8 سنين على 10 سنين على 12 عام على هذا من غير هذا الاذن ديال العشره
70% من الزواج اللي تيوقعوا في المغرب تيكونوا كلهم فتيات قاصرات. هذا هو وضع اللي ما باقيش خصنا نسمحوا به. اسمح لي هذوك محاكم محكمه المراه. نعم. اللي كنتوا شفتوا على الانجاز ديالها. نعم. وعلى التاسيس ديالها، واش ساعدتكم انكم لو بغيتي تقول تشعلوا الضوء على هذه المشاكل؟ محكمة النساء اللي هي محكمة رمزية، هي في الحقيقة راه حنا تنمثلوا محكمة كيف تنتصوروها، خاصها تبنى على العدل وعلى المساواة وعلى حقوق الإنسان، مبادئ لحقوق الإنسان. محكمة النساء كنظموها كل سنة بمناسبة 8 مارس، فرصة تنقدموا فيها شهادة حية ديال المعاناة ديال النساء من كل الأشكال ديال العنف وديال التمييز. لا زعما نفس الموضوع كنشوف باننا اجتماعيا كنحاولوا نكسبوا شي حوايج بالنسبه للمراه. نعم. وسياسيا كنتراجعوا بزاف اللور، يعني من 2002 لدابا التمثيليه السياسيه للمراه سواء في الاحزاب او في الحكومه ولا في البرلمان رجعت بزاف باللور، رجعنا بزاف باللور. في واحد الوقت قريت في واحد الجريده كنت فرحانه كتهضر على 12% 2009 الجامعات المحليه على الكوطه انذاك، وكانوا كيقولوا لك هاد زعما هاد النسبه مازال صغيره، وانت كتقول حنا كان هدفنا هو الثلث. وشوف واحد الوقت 2009 ودابا كيفاش رجعت التمثيليه وفرمز الحكومه الى مراه واحده في الحكومه. صحيح. بالنسبه لنا علاش هذا الرجوع الى الوراء؟ واش مقصود ولا جا غير هكاك بالصح على حسب الردود ديال الحكومه الجديده اللي كتقول ما لقيناش مراه، ولا الاحزاب قالوا لهم ما لقيناش؟ يعني هذا عذر اقبح من الزله. اقبح من الزله. هذا الشيء اللي المغرب يزخر بالكفاءات النسائيه في كل المجالات. نعم. والنساء متواجدات في الساحه السياسيه وداخل الاحزاب، وعندنا الكفاءات والطاقات. احيانا كنجيبوا تقنقرات لا علاقه لهم حتى بالعمل السياسي، وما عندهم اي رؤيه سياسيه وما عندهم اي مشروع سياسي يحملوه، ويعني ولو يعني ومع ذلك تنوضعهم في مناصب ديال المسؤوليه وتنعطيهم مسؤوليه في وزارات. فاذا بينا لما يتعلق الامر بالمراه لم نجد امراه في الاحزاب السياسيه. انا تنظن يعني خطا الاحزاب السياسيه. هذا اسمح لي كاين هذا خطا تتحمله الاحزاب المشاركه في الحكومه، ولكن يتحمل الرئيس الحكومه لانه هو القائد ديال الفريق، هو اللي كانت عنده مسؤوليه، عنده مسؤوليه دستوريه لاقتراح التشكيله ديال الحكومه، وبالتالي كان خصو يوضع شروط هذه التشكيله. التركيبه كانت خصو يعني يكون وفي لروح ومقتضيات الدستور، كان خصو يبدا بالتفعيل ديال الدستور. لان هذه الحكومه مراني هنا باش تطبق لنا الدستور. اول عنصر اول اشاره عطات يعني كانت سلبيه جدا، لانها لم تاخذ بين الاعتبار ان الدستور ينص على المناصفه، تسعى الدوله الى المناصفه، تسعى للمناصفه. فباش نوصلوا للمناصفه خصنا نتقدموا خطوات في التمثيليه ماشي نتراجعوا للوراء. ياك عقلتوا في 2007 طبعا بعد انتخابات 2007 كان عندنا 7 ديال الوزيرات في الحكومه، الان عندنا وزيره واحده في قطاع تقليدي يكرس النظره التقليديه النمطيه على المراه، اللي هي المرأة يلاه صلاح الأسرة والمرأة إذا أنا بالنسبة لي هذا تراجع وفي خرق للدستور من التشكيلة ديال الحكومة. اسمح لي نشوفوا رأي الشارع هذا من الوقت بالنسبة لنا نقاشنا. نعم صراحة أن المرأة في مجال العمل ولينا تلمسوها التغيير، هذا تغيير ملموس، أن بعض المهن اللي ما كناش نشوفوهم فيها شحال هذه، يعني ولينا تشوفوا المرأة أنها تتساوى مع الرجل في المهن. علاش ملي كتموت المرأة كيموت السالير ديالها معها؟ مدونات الأسرة مثلا ما زالت فيها الكثير من الثغرات، يعني كالسلطة التقديرية القاضي فيما يخص تزويج القاصرات. فمازال هناك العنف ضد المرأة اللي مازال كنشاهدوه في في المحاكم، مازال يعني مازال هذا المشكل هذا كنعانيو منه، وكاينين شي أشياء بسيطة اللي تحققات. مازال هناك خصاص وتلاحظوا حتى في الحكومة الأخيرة، بحيث مازال ما كانش التمثيليه ديال المراه ما تنصفاتش بالنسبه للمقاعد الوزاريه. كنلاحظوا بانه في هذه المدونه الجديده يعني ملي كيكون الراجل ما كيقدرش ينفق فهي كتلزم انه المراه تنفق، ولكن في نفس الوقت كنلاحظوا بانه من الزاويه الاخرى بقات الوضعيه ديالها على مستوى مثلا الارث نفس الشيء. ما يمكنناش نتكلموا على السياسه قبل ما نتكلموا على العقليه ديال الرجل، العقليه ديال الرجل خصها تتطور، خصها تزيد للقدام، ترقى باش يحس بان المراه راه بحالها بحالو جميع الحقوق. على ما تنشوف انا المراه ولات مساويه مع الرجل تقريبا. إذا آراء الشارع يعني كتشاطرنا نفس الرأي، ونرجع بك الأيام النضال اللي بدا نضال من أجل مساواة، بديتي طبعا أيام جريدة 8 مارس، ومن بعد اتحاد العمل النسائي، ومازال
رجعنا نفس الهضره ثغرات مازال كاينه مدونه اللي جات في واحد الوقت وفرحنا وقلنا راه نصفت المراه ولات المراه ليست الولي الامر ديالها هو رجل ولكن بحال بحال الرجل وركن اساسي في الاسره ونصفت الاطفال لان يعني سميت مدونه الاسره ولكن يمكن حمت الاطفال وهذه نتيجه ايجابيه اكثر من انها المراه لان المراه بقات كتعاني بعد الطلاق بزاف ديال المشاكل وبقى ثغرات اللي دابا نتوما كتشتغلوا عليها. شنو في نظرك خصو يتعمل في هذه الاطروحه ديال الزواج القصيرات؟ اولا بالنسبه للزواج القصيرات هو تفجر مع المأساة يعني ديال الانتحار ديال أمينة الفلالي، لكن هذا نقاش كان دائما مطروح في الساحة، وحنا كحركة نسائية وكنا حنا في اتحاد العمل النسائي دائما نناضل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تمس ماشي بحقوق المرأة فقط، تمس بحقوق الطفل. لأن ما ننساوش بأن الاتفاقية ديال حقوق الطفل اللي حنا مصادفين عليها في المغرب ملتزمين بالتفعيل ديالها، الطفولة تتمتد 18 سنة. وبالتالي حنا ما تيمكنناش يعني يعني الطفله اللي حنا نعتبروها في عيد الاطفال ونحملوها المسؤوليه ديال الاسره. حنا دائما كان المطلب ديالنا هو ان ما يكونش استثناءات، لان يعني حتى نعرفوا بان ذاك الباب ديال الاستثناء هو ذاك النافذه اللي كيدخل لك منها الريح. الريح وتيبقى لك يعني وتتولي تترع حتى تولي ابواب وشرعه. وهذه القضيه يعني كان النقاش حتى من قبل التعديل ديال المدونه كان خلاف قوي حولها. والنص من اللي خصو يعرف هو انه النص اللي جا من عند اللجنه ديال مراجعه المدونه ما كانش فيه هذا الاستثناء اللي تعطى القاضي هذه السلطه التقديريه للقاضي، لا كانت يعني تحديد السن ديال الزواج في 18 سنه، هذا الشيء تدخل في البرلمان من طرف فريق من الفرق. الان لما تدخل حنا كنا احتجينا على المساله وبقينا منذ ذلك الحين ونحن ننبه ونحن نطالب ونحن نضغط من اجل ان يتم وضع حد لهذه المساله بعد ما اختبرنا المدونه في الميدان وشفنا كيفاش تطبق. ولكن شي مناطق الاطلس كيجوجوا الاطفال ببعضهم، يعني حتى الطفل غير هو مجوج وكيطلق هو باقي ما وصلش 18 عام وكيقول لك هذه كنت مجوج بها بجوج بهم اطفال، يعني كتمرس هذا الشيء على الاطفال عامه في المغرب. هذه المساله في التقاليد والثقافه، ولكن هذه التقاليد الى ما غادي ستستمر ما يمكنناش حنا نبرروا الاغتصاب ديال الطفوله والظواهر اللي هي غير صحيه اجتماعيا وانسانيا وحقوقيا بالتقاليد. الدولة عندها مسؤولية في تغيير السلوكات والطرق ديال التفكير والثقافة السائدة في المجتمع، والقانون من المفروض أن يوضع باش تيضبط السلوكات باش ماشي تتمس بالحقوق الأساسية ولا بالحريات ولا بالكرامة. فعلا في واحد العديد من يعني المناطق القروية في الأطلس المتوسط بالخصوص اللي تيكون فيها زواج ديال طفلة على 8 سنين 10 سنين، وفوق من هذا راه الأفضح من هذا الشيء هو كتزوج 10 أيام سيمانة 15 يوم تتطلق وتيرجع لدارهم وتتعاود تزوج بواحد آخر وتتعاود. واش هذا وضع تيمكننا نسمحوا به؟ واش هذا يمكن يستمر؟ خصنا نضعوا الاستعجال. الاستعجال واش نحط سلطة القاضي؟ القاضي اولا هذا خصنا اولا باش يمكن لك يعني تضمن الحمايه وتنهض وتقدم الحقوق عندك القانون. عندك الاليات الاخرى بحال الاليات مثلا ديال المراقبه بالمساعدات الاجتماعيات بكذا، بحال المساله ديال الفعاليه والنجاعه ديال القضاء وتطوير ثقافه القضاء وتكوينه باش يكون يعني عنده واحد الوعي حقوقي ويكون عنده واحد الاطلاع اجتماعي اللي تيراعي به كل هذه العناصر. ثالثا خصنا الاشتغال على الثقافه، الثقافه السائده في المجتمع، ينبغي يعني خص هذه الثقافه اللي مازال يعني كتعتبر المراه او الفتاه هي مجرد يعني اداه للانجاب او مع مجرد موضوع للجنس او شي حاجه من هذا القبيل خصها تتغير في مجتمعنا. وتيخصنا باش يمكن لها تسميتو تيخص المدرسه تلعب دورها، تيخص الاعلام يلعب دوره اساسا الاعلام السمعي والبصري بالخصوص، وتيخص يكون هناك يعني تعبئه شامله، وخاص السلطات المحليه تلعب دورها في هذا الشيء. واستعمال الدين في يعني لا بغيتي تقول صحيح توعيه عندنا المساجد
توعياً هاد الأمهات كذلك ماشي الآباء حتى الأمهات بعض المرات يعني كتفعل الطفلة ولا طفلة ديالها أنها المرشدين والمرشدات المرأة نظرة المرأة المرأة أصلا كتكون دنيا بعد يعني كتاب أنها عند راجل لأن الثقافة السيدة في المجتمع هي ثقافة باقة ذكورية بصفة عامة وطبعا الثقافة تنتشر عند الرجال وعند النساء ربما كاع النساء بعض المرات هما تيكرسوها أكثر من الرجال لأن هما مأثرين بها أكثر متشبعين بها أكثر لأن هما اللي في الأسرة تيربيو تيأطروا الأطفال إذا هذه مسألة اللي فعلا الدين تيمكن أيضا يتستعمل في هذا سميتو لتوعية الناس وتطوير السلوكات ديال الناس واخا نكملوا نقاشنا يمكن ولكن نشربوا شي انت تبغي دابا قهوه ما كرهت شي واخا شكرا لالا لطيفة كنت وما زلت مثال المرأة الحرة المتحررة والمؤمنة بحقوق الإنسان وباليسار وعندي لك واحد المفاجأة تخيلي معي المجلد الأول سلفت لي صديقة ديالك ورفيقتك في الدرب الحسناوي تريا من شاور وهذا عيسما نقلب باش نهضروا على هذه المرحله مرحله الجريده كنظن من اهم المراحل في المسار ديالك لا السياسي ولا مسار الحركه النسائيه والعمل النسائي لان كيفاش بواحد الوقت ديال 1984 خلقتوا انت وصحبه صديقتك عائشه الخماس ونزهه العلوي نشأوا وتكتبوا هذه الجريده اللي تمشات في المغرب سنين الى غايه وقيله 94 الى ما كذبتش 94 وعاود استأنفناها في 1000 سنوات 2001 شويه ولكن ما استطعناش نستمر ولكن انا كنعقل عليها طفله كنت مازال طفله كنتصفح هذه الجريده وقعت لي واحد نوستالجيا يمكن بحالي وقعت لك دابا ومشيت كنقلب عندها الصديق قال لي حقيقة قلت لها خصني نوريها لها ونشوفوا ونصفحوا هذه الصفحات اللي كانت مرحله من التاريخ مهمه ديال حركه النضال النسائي وكنقول شوف فين كنتوا ودابا فين وصلنا وقيلا ولينا كنرجعوا باللور وهذا التخوف منا حنا كنساء مغربيات الان وعلاش وقفت الجريده وبعد اولا شكرا على هذه المفاجاه الرائعه لان هذا المجلد ما عاودش شفت تمثيلو عندنا لان نفد ما بقاش عندنا تيتوريا مخبعه بحال هكا اللي عندها شي نسخه ما كتخرجهاش بالنسبه لي 8 مارس في الواقع فعلا كانت واحد المحطه اساسيه مؤسسه للحركه النسائيه ويعني الفكره الجريده جات اساسا من كنا طرحنا اسئله في البدايه ديال الثمانينات نهايه السبعينات واساسا بدايه الثمانين على ما العمل؟ كان سؤالنا الاساسي هو ما العمل؟ لان ما بقاش ممكن نبقاو غير نتباكاو على الاوضاع ديال النساء المغربيات، كان ضروري نطلقوا واحد الديناميكيه اللي غادي تغير هذا الواقع يعني المزري ديال المراه المغربيه. فكان السؤال واش نبداو من تاسيس جمعيه وتنخرف انا ذاك مازال ما كاينش جمعيات نسائيه، حنا نتكلموا على مرحله ديال النشوء ديال فكره الحركه النسائيه. او اننا نبداو بعمل اللي غادي يستنهض الطاقه النسائيه ويفتح الحوار. وهي الرأي العام لتقبل الحركة النسائية ولتحتضنها ودعمها وتوعية المجتمع هكذا جات الفكرة فجات فكرة ديال جريدة 8 مارس اللي كانت في الحقيقة هي يمكن نقولوا هي الرحم ديال الحركة النسائية فتحت أكبر حوار حول الموضوع دعات إلى نشوء حركة نسائية تقدمية ديمقراطية موحدة جماهيرية وكانت فعلا حركة 8 مارس عندما بقت جريدة تحولت إلى حركة تبدأ تتشكل لجان في المغرب كله وبدأوا لجان ديال القراءة الجماعية وديال التحقيقات والتحريات والكتابة والدعم ولينا كيعيطوا لنا المغرب كامل كنتحركوا في المغرب كامل باش نديروا عروض وندوات تجمعات مع النساء فولات حركة حقيقية ممتدة في كل يعني هي كانت من بثقة كذلك من العمل في منظمة منظمات كنا انا داك اساسا 23 مارس 23 ساعات كنا باقيين 23 مارس باقي اسسناها في الحقيقة 8 مارس اسسناها في 83 نهاية 83 نهاية نوفمبر 83 هو العدد الأول يعني ما نسالك راك ضابطة أخواتك كانوا عضوات في حركة 8 فرس واتحاد العمل النسائي الأخت ديالي كتجيب أنا دائما هي كانت طالبة في فاس وكانت واحد الصفحة كتعجبني دائما كنقراها نساء دخلنا التاريخ نساء دخلنا التاريخ وأنت دخلتي التاريخ من بابه الواسع أحب من أحب وكان من العفو نحن ذرة رمل في يعني في لا ماشي في
المسار اللي فيه العمل الجماعي ديال كل الاخوات والرفيقات اللي ذكرتي واخوات اخرى تيصعب اننا نلاقي حد ديالهم كاملين. اسمح لي كلهم لعبوا دور في واحد ما نقدرش ما نقولها شي كان واحد ماشي انتقاد واحد بقى فيهم الحال لطيفة جباب دي اللي بدات جريدة مارس 23 مارس منظمة العمل الانشقاق وتم من بعد ومشيتوا الاتحاد هذا المسارك السياسي الشراكي الديمقراطي ومن بعد دخلتوا الاتحاد الشراكي كاين بعض المناضلات ولا يمكن الأطر كان ما يسمى بالتيار الأطر ولكن المناضلات اللي ما معروفينش ولا المناضلين الأصدقاء رفقاء الدرب بقى فيهم الحال علاش لطيفة انشقت عن المنظمة أنا خفي الحال ومشيت كتعتقدي راكي وبغيت غير نسولك سؤالي على كل شيء احنا مهضرنا مع الناس الأصدقاء ديالي كيطرحوا السؤال وبغينا من هذا المنبر يمكن نجاوبهم احنا عينا ما ندافعوا عليك ولكن حسيتي واحد الجرح في الحقيقة عميق وأليم لأنه لما كنا في 23 مارس يعني راجعنا خطنا السياسي وتبنينا خط النضال الديمقراطي وقررنا أننا ندخلوا للشرعية في بداية الثمانينات أسسنا منظمة العمل الديمقراطي الشعبي هي مولود ديالنا جميعا يعني يعني ومدرستنا الأساس من بعد 23 مارس وفي حقها هي تتبقى مدرسة تاريخ ديال اليسار المغربي تماما مدرسة حقيقية ديال القيم وديال الأخلاق النضالية العالية ومدرسة ديال التكوين السياسي صلب يعني ماشي غير تعمر بالشعارات أو تحشد الناس كانت فعلا مدرسة حقيقية ولعبات دور أساسي يعني في كل هذه المراحل فالانشقاق طبعا كان بالنسبة لنا وحشناه كتمزق عميق وكان انفصام لدرجة أنه بقيت أنا سنوات طويلة بعد خروجنا من منظمة العمل يعني أبكيها صراحة يعني ولا زلت أبكيها إلى اليوم لأن منظمة العمل جزء من تاريخنا ومسارنا وكينونتنا وهويتنا وانشقاق كان مؤسف فعلا ولكن كيجي في حياة السياسي أنه يخسر واحد الوقت اللي حصل هو أنه كان خلافات داخل المنظمة كيف تيوقع في كاع الأحزاب السياسية حول الدستور تعديل ديال الدستور 96 تصويت بنعم على الدستور وكان هناك خلاف بين اتجاه اللي بدا تيتلمس واحد تهيؤ المغرب لدخول واحد المرحله جديده واحد المنعطف التاخيري اللي فعلا عطاتنا تناوب وعطاتنا كذا وهي تقول بانه تصويت على الدستور ولو اننا يعني سياسيا ما اتفقش على المقتضيات ديالو ولكن سياسيا داعمين هذه المرحله ناسوا فيها التوافق اللي يمكن يطلق واحد التطور جديد للمغرب نحو الاصلاح الديمقراطي كان هذا توجه كان التوجه الاخر اللي كان تيقول بانه ما تيمكنناش نزكيو الدستور اللي ما كتوفر فيهش كل الشروط ديال الديمقراطيه وديال التاسيس الملكيه البرلمانيه الى غير ذلك وما تيمكنناش يعني فكان خلاف حقيقي كان ممكن التدبير ديالو بطريقه ديمقراطيه بتوافقات او بالحسم الديمقراطي ولكن للاسف الاجواء اللي تم فيها والمناخ العام اللي كان في المغرب يعني كنت نعيش مخاض المغرب كله كنت يعيش مخاض والمسار ديال اليسار للاسف ما دونك في جمله شنو في جمله كل هاد الجمله اللي بقى فيهم الحال ماشي على الانشقاق ولكن مرورك من بعد الاتحاد الاشتراكي مروري من بعد الاتحاد الاشتراكي لانه بقينا دائما في صميم يعني في توجهاتنا وكذا خياراتنا وحدويين نسعى الى توحيد اليسار لان حتى خروجنا من المنظمه ما كانش اختيار اضطررنا اضطرارا في اجواء مشحونه متوتره اننا نغادروا يعني ماشي وبالتالي توجهنا الوحدوي فيما بعد يعني دفعنا الى اختيار انضمام الى الاتحاد الاشتراكي حقيقه انت خصنا معك ثلاثه هاد الحلقات وحده على جريده مارس وحده على الحركه السياسيه وحده على الحركه النسائيه ولكن دابا لطيفه الام الام عندي شهاده لك الام اللي كنعتز بها كذلك عندك انت ام ديال وليد ونبيل وهنا شي واحد بغى يهضر كنت دائما مع ظريفه يمكن كاع تقدر يقولوا بزاف ولكن تنظن بانها عطاتنا واحد الحريه باش ربطت على واحد المبادئ وعطاتنا الحريه باش كل واحد انا وخويا كل واحد ياخذ الاتجاه ديالو كيما بغاه عمرها ما كانت صعيبه ولا قاسحه ولا صارمه معنا بزاف هي مبليه بزاف بالخدمه يعني عند الخدمه هي كل شيء كانت غادي تفتح على قلبها غادي تقول بيس ميكور وعرفتي راه الناس تيبكي والعائله سميتو
فلاصال دوبيغاسيون يلاه غيجيو جايين الاطباء دايرين بها ما عرفتش شحال من واحد يلصقوا لها بيس ميكور يعني الحجره باش يخدم بها القلب ديالها. هي كانت تكتب واحد وثيقه للمجلس الوطني ديال اتحاد العمل النسائي وجو الاطباء كلش نص ساعه وما تسناو حتى سالات سالات الكتابه ديالها عاد يلاه سير الديفو ام حاضنه شويه بزاف لانها دائما نحن متفقات ما تقدرش تعطل نص ساعه بلا ما تعيط على كاع 10 مرات وتمشي عند البوليس تمشي للسبيطار وتعيط على كاع صحابك شويه كانت حاضنه بزاف الله يخليها لك ويخليها الله يبارك فيك. هذا وليد هذا وليد عنده 27 سنه وعندي نبيل عنده 20 سنه وما مفخره حياتي الله يخليهم الله يبارك فيك. انا فخوره بتهز بهم بزاف صراحه انا وماتر سعادتي الاساسيه في الحياه الحمد لله شكرا. ودابا غادي بنات لاله منانه حتى هما عندهم وجدوا لك واحد تاهو ما نضلو معاك في الحقيقة لا حاجة كلك تستعملو نضلو بطريقتو طبعا وتقدرو تستعملو هاد الأشياء هادي في نضالكم في الميدان خلية الاستماع زي عبد قولي لجمعية قولي لجمعية شنو خاصك تقولي ليها يلا شوفي مع مرة حمود كديرة جايبة عبزز أنا نتسناك برا يلا ما تقوليش هادي نسي ما عرفتيش علاش جبتني من لهنايا قالت لي سير قول لهم راجلك كيضربك وانا كيعيش الحال اش غنعمل ملي كنا مخطوبين كنقول له غادي نجربك كيعطيني بالدكمه هيدا وكيعجبني ولا ما ضربنيش ما كيجيش نعاس ما تجينيش قال نشوف تلفزيون ساه ناس واش اللي جاتني هنايا انا عندي ما نقول لكم عجبني الحال هو ديما كيضربني من نهار تاني ديال الزواج ديالنا وكيضربني ها حتى اليد هرس عليا وخلاها عايبه ولكن هاد المره ما نسمحش ليه ضربني في وجهي حتى الوجه لا مشيت ندعي يلا تشجعت قلت لها نمشي ندعي قال لك جيب الشهود شكون غيشهد ليا جارتي حتى هي كيضربها الراجل وها هو ما كنلقيش الشهود غنخشيهم تحت الناموسيه بنيتي بغيت نقول لك على حالتي انا دابا عندي 65 عام والشارف الهارف اللي راجلي عنده 75 قال لك دابا انا بغا يتزوج عليا دير كاع عنده 20 عام او انا عند الدار ديالي ومع العشره عندي حماد محمد العربي خديجه عندي مع شله دراري قلت انا مع العشره كتبت لي نص الدار ودابا قال لك بغا يتزوج ايوا وتا النص اللي عندي قال لك لا تخرجي منه بغا يخرجني منه وانا بنيتي ما عرفت ما ندير انا بغيت نجلس داري 65 عام ما عندي فين نخرج ما عندي فين ندرج بلادي ما في حالهمش ما يمكن لقاش نجلس عند شي حد هو قال لك والو تخرجي نعطيك جوج فرانك وسيري وغاي قال لك الدرجه الصغيره هو قول لي هاد الشارف الهارف اش غندير معاه خو دريا ما كان ما نعاود لك باقي كنعقل على راسي كانت عندي 13 عام ملي اغتصبني صاحب خويا مشيت لعندو كنزاوك فيه والو قال لي ما تعرفيني ما عارفك سير بعدي مني مشيت لعند الوالده والواليد خوتي قالوا لي ما رحموكش بعدي من احنا متبرين منك خرجت للزنقه وانا كنشيل فمي وليت مع القنط ديال الدريبه تعرفيه ايوا بقيت داعي في الزناقه هذا مره ندخل الحبس مره نخرج منه مره ندخل ليه مره نخرج منه حتى لواحد النهار لقيت واحد البريكول كنبيع الديطاي جات فارغوني تهزاتني قالت لي حقه ما حقه جات كاين واحد العشبيه قلت صنتو ليك وانا نجي لعندكم انا ما عرفتش اش كندير واش تدخلوني مع الصف انا ما كنحبش داكشي ديال الصف وهذا انا رجعوني الحبس انا كيعجبني ديك درت شي صحابات تمايا برافو عليكم نماذج يعني اوجه متعدده على طريقتنا يمكن برافو عليكم ما بغيناش نكونوا تراجيديين 100% في نفس الوقت كثرت الهم كضحك وي كاين نماذج اكثر يمكن لا مي برافو عليكم عماد هذا الشيء مصور في مركز السيده الحره السيده الحره في الصديقات ديالك عتوريه الحسناوي نعم وجميله برافو عليكم وهذا يعني هذه يمكن نعتبروها وسيله للتحسيس وللتوعيه يمكن الى درسنا اكثر معكم تماما يمكن يدير عمل
مهم جدا. الفن هو ايضا رائدة اساسيه في خدمه القضايا الانسانيه. طبعا طبعا. شكرا لاله لطيفه. شكرا بزاف على هذا اللقاء. داز الوقت معك مشوق وداز بالزربه. ناخذوا غير صوره سيد كاريا الاخر البرنامج مع الجريده الا سمحت. نعم مع الجريده سمحي يا مرسي ديروا لها بحال هكذا.